مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تتواجدوا في مدينة القنيطرة على جد مقربة محكمة استئناف. مشاهدينا الكرام، الملف اللي عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو، ديال فاطمة الزهراء وآية والطبيبة اللي خدموا بذكاء وصلوا المعاناة ديالهم، ديال فاطمة الزهراء وآية، مساعدة الطبيبة لرجال الدرك. رجال الدرك كما قلت في السابق داروا مجهود كبير. الملف بيد القضاء. اليوم استنطاق التفصيلي ديال السيد قاضي التحقيق مع المتهم اللي هو الستيني. غادي نشوفوا بعض النقط مع الاستاذ وبعض المستجدات. استاذ، انت حضرتي اليوم الاستنطاق التفصيلي سيريه البحث، انا معاك، كيف شفتي الملف؟ اولا شكرا للاخ يوسف، وشكرا لقناتكم المحترمه، واللي هي الحمد لله غاديه في تحسن وتطور اللي هو لا تخطئه العين. بخصوص الملف اللي كنشكركم بعدا على الحرص ديالكم على التتبع ديالو، ديال فاطمه الزهراء وآية، الطفلتين اللتان تعرضتا للاغتصاب من طرف ما يعرف بالستيني في منطقه ديال عيون الدفالي. جلسه اليوم التي كانت مخصصه للاستنطاق التفصيلي الذي تولاه السيد قاضي التحقيق، فعلا اليوم عقدت هذه الجلسه، واكد السابق تصريحاته، يعني حتى لا ندخل في التفاصيل، سرية البحث كتبقى مضمونة دائما بمقتضى القوانين، وما خصناش احنا كدفاع نخرقوها. أكد سابق تصريحاته في مجملا، اللي كيبقى هو انه ربما هذه هي الجلسة الختامية، يعني الاستنطاق سيختتم، التحقيق وسيحل الملف على اكثر تقدير من هنا واحد 15 يوم ولا ثلاثه الاسابيع غادي يتحل على غرفه الجنايات، وبلا شك سيصدر السيد قاضي التحقيق التهام اللي كينتظرها هذا الفاعل، وهذا يعني جراء ما اقترفهم من جرم في حق هاتان الطفلتان والطفوله بشكل عام. وبالتأكيد ستكون لنا متابعة، يعني لما يحال الملف على القضاء العلني ستكون لنا آنذاك متابعة لهذه القضية، وسوف نبسط مطالبنا. للإشارة فقط، هو أن المستجد الذي عرفته هذه القضية هو أن جمعية أو منظمة مطقش ولدي التي أصدرت بيانا. أول شيء هو أننا ننوه ونشيد بهذا البيان ديال التضامن مع هاد الطفلتين، وعلى المتابعة التي أبدتها هذه المنظمة برئاسة السيدة خديجة أنوار اللي كتولى رئاسة هذه المنظمة. وإن شاء الله سوف نعمل بتنسيق سواء مع المنظمة ولا معكم انتم كرجال ديال الإعلام، الى ان ان شاء الله بحول الله هاتان الطفلتان تاخذ الحق ديالهم، وياخذ هاد المجرم هاد النصيب ديالو مما اقترفه. انا عندي معك سؤال بسيط جدا استاذ، ماشي كمحامي كحقوقي. في التصريح اللي دوزنا في الفيديو مع الاب ديال الضحيه والام، كيفاش حسيتي انت من واحد الجمله قالها لنا انه في الشهاده الطبيه فيها سنتيمونس؟ كإنسان نناقش معك كإنسان بدون أننا نتكلموا في سرية التحقيق، غير كيفاش حسيتي في هذا السن أكثر من 60 سنة وتكرفص على هذه البنية؟ واش غادي نقول لك، أحيانا اللسان يعجز على التعبير وعلى على الكلام. طفلتان، أنا حتى المنظر ديالهم، طفلتان يعني صغيرتان جدا، أنا أستغرب زعما كيف لرجل انه هذا يطمع في طفلات بحال هذوك، باقا صغار، على مو باقا صغار، يعني حتى الشكل ديالهم ما كيتيرش وما كي زعما باش يمكن لرجل انه يطمع في هذوك البنيتات، عاد احرى انك يعني تمشي وترغم هذيك البنيته بواحد الطريقه اللي هي شاده جدا، وانك تغتصبها وتشكل ليها بداك الضرر اللي هو مصوب بالشهاده الطبيه، وكيف ما وصفته حتى الطبيب كيف ما رواته لنا، وضرر اللي هو بليغ، واللي الطفله انا على يقين ان الطفله غادي تبقى تعاني منه يعني ما بقي من عمرها، اذا لم يعني تعرض على الاخصائيين من الاطباء النفسانيين ومن الناس المتخصصين باش يمكن هاد البنيته هذه ولا الطفلتين معاني يسترجعوا
يعني التوازن ديالهم النفسي ويمكن يستمروا في الحياه الدراسيه ديالهم. يلا دابا غير وانا كنتخابر مع الوالد ديالهم قال لك اودي على انهم لما كيمشيو يلتحقوا بالمؤسسه الدراسيه ديالهم هذا الاسبوع هذا دابا اللي فصلنا على الجلسه السابقه كيتعرضوا لواحد العدد ديال المشاكل سواء من طرف الساكنه ديال المنطقه ولا حتى من طرف بعض الاقران ديالهم اللي يعني كيستهجنوا بالامر يعني تيشوفوا الامر راه بحال وكانه هن اللي مشاو عرضوا راسهم على هذاك الشخص هذاك باش يغتصبهم. والحال انه لو كان شي حاجه يعني اللي هي فيها الرضا وفيها هذا ما كانش زعما داك الشهاده الطبيه يكون في هذاك الامر الاضرار كيف ما هي موصفه. وبالتالي من الناحيه الحقوقيه انا اناشد حتى جميع الطفل الحقوقي بغض النظر على الجمعيات اللي هي متخصصه في الطفل والطفوله يعني حتى جمعيات اخرى كناشد على انها تلتحق بمنظمه ما تغش ولدي حتى يعني يكون واحد القوه تشكل واحد القوه ماشي غير على هذا الملف. هذا القضاء راه داير شغلته. القضاء راه مجرد ما كيتاثر لا بهذه ولا بهذيك. القضاء قدامه نازله كيبت فيها وفق ما يقتضيه القانون. هذا لا نشك في هذا وهذا امر اللي هو مسلم به. ولكن التكتل ديال الطفل الحقوقي وديال المجتمع المدني يعني كيكرس واحد الفكره هو انه ضد المساومة على الأخلاق ديال المغاربة وعلى القيم اللي هي تربينا عليها وكبرنا عليها واللي هي خصها تكون واللي هي خصها تسود. أستاذي شكرا لك، الله يوفقك في هذه المهمة وكذلك في استعداد البنيتات في سبيل الله. هذا واجب أخلاقي وغادي نبقى معهم إن شاء الله حتى أنهم يوصلوا للحق ديالهم إن شاء الله بحول الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مستجدات جديدة في الموضوع، صراحة أمور كتألم ولكن كذلك ليطمئن القلب ديال عدد يطمئن القلب ديال المغاربة اللي متبعين هذه القضية. دخول جمعية حقوقية في الموضوع، وكذلك كنوجه الشكر الجزيل للأخ بوشيبة اللي هو في طنجة بطبيعة الحال المنسق العام اللي كيعطي قيمة لهذا الملف بمجهود ديالو ومجهود ديال الأستاذ اللي كيشوف الشق القانوني. مشاهدينا الكرام ما يهمنا في الموضوع ولماذا السكوت على مثل الظاهرة بهذه الطريقة، وهنا دور المجتمع المدني حتى لا يتمادى مثل هذا الشخص لمثل هذه الافعال. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.